احنا ابتدينا استعدادات بعد انتهاء مباراة دوري المرتبط ودور 16 لكاس مصر. خلص يوم 12، ابتدينا المعسكر تاني يوم على طول يوم 13. كنا ابتدينا ب 21 لعيب، بس كان عندنا فيه شوية إصابات وفيه شوية ظروف للعيبة بتواجه عندها امتحانات نص العام وكده. فلغاية أول امبارح استقرنا على ال 14 لعيب اللي هيدخلوا القائمة النهائية. الفترة دي ابتدينا يعني الأول خدنا فترة بداية المعسكر، فترة استشفاء وللعيبة وكده، وبعد كده لعبنا ماتشين وديين مع منتخب ليبيا ومع منتخب الإمارات، وإن شاء الله بكرة نبتدي البطولة أول يوم إن شاء الله. والله إحنا اللعيبة يعني في أول حاجة في قوام، إحنا بقالنا سنة ونص نفس القوام اللي ابتدينا بيه من سنة ونص تصفيات كأس العالم وكملنا فيه الكأس العالم. ففي قوام، في لعيبة معينة، عندنا روستر كبير احنا بنتابعه اول باول من خلال السنه ونص اللي فاتت، ودلوقتي داخلين على سنتين، اللي هما بيمثلوا القوام الكبير للمنتخب، وبنشوف مين الاجهز اللعيبه اللي داخل القوام ده اللي يقدروا يمثلوا المنتخب في الفتره دي قبل كل تجمع او اي بطوله. طبعا البطوله في القاهره ويعني في ارضنا، فاكيد هدفنا اللي احنا الاول هو ان شاء الله اللي احنا نحقق اللقب. هتبقى منافسه صعبه طبعا، بس احنا عايزين نكمل المستوى الكبير اللي احنا الحمد لله الفتره اللي فاتت وتطور اللي احنا كنا ماشيين بيه خلال السنتين اللي فاتوا، اللي احنا ان شاء الله باذن الله نكمل المشوار ده ونكلله ان شاء الله بالفوز بالبطوله العربيه. فيش، احنا دورين سيزون يعني، فالناس كلها جاهزه الحمد لله. كان الدوري شغال لسه، مخلصين دوري مرتبط وجمعنا يا دوب ما فيش اسبوعين قبل البطوله. الناس كلها جاهزه فنيا وبدنيا، بس كنا بنعمل بس شويه سكريبت كده للسيستم بتاعنا، يعني ريفريش بس للعيبه عشان كل واحد في النادي بتاعه بيبقى ليه سيستم معين، وان شاء الله يعني موفقين وان شاء الله جاهزين. يعني اكيد بطوله عربيه على ارضنا، مهما كان الفرق جايه عامله ازاي، دي بطوله في وشنا في ارضنا لازم نكسبها ان شاء الله. خدنا اسبوعين يمكن الشغل فيهم كان تدريجي شويه، الفرقه كلها جايه من ماتشات، فيعني اول يومين ثلاثه كان الدنيا لسه في استشفاء اكتر من اي حاجه تانية، وبعدين بدانا نقلب الحمل واحده واحده لحد ما وصلنا. يعني اعتقد عملنا ماتشين معقولين. ماتش ليبيا كان اول ماتش، طبعا كان بقالنا كتير ما لعبناش مع بعض، بعد كده ماتش الامارات الدنيا اتحسنت شويه، وان شاء الله نبقى جاهزين يعني ان شاء الله بكره. لا يعني طبعا احنا بطوله على ارضنا، هدفنا في الاول والاخير هو ان احنا نكسب البطوله ونفرح الجمهور ونفرح ونكمل خطوه كمان للي احنا عملناه الفتره اللي فاتت. احنا يمكن الشكل الباسكت بول بتاع المنتخب بتاعنا اتغير بقاله سنه ونص من ساعه طبعا كابتن روي مكان جه قبل ما يمشي، ووصلنا كاس عالم، عملنا ماتشات كويسه جدا، وطبعا كان عندنا امل ان احنا نتاهل اولمبيات، ولكن ما حصلش نصيب الحمد لله، ولحد دلوقتي لسه في فرصه طبعا صعبه، لكن احنا محتاجين نكمل الشكل اللي احنا وتطور اللي احنا وصلنا له للسنين اللي فاتت، ان شاء الله نقدر ان احنا نفرح جمهورنا. انا بصراحه انا ما بصيتش على الروسترز بتاعتهم كلهم لسه، يعني بالنسبه لي الموضوع مش فارق مين اللي متواجد، احنا اهم حاجه احنا نخلي بالنا على شغلنا ونخلي بالنا على نفسنا ونشتغل الشغل بتاعنا. اعتقد ان احنا هنحط نفسنا في مكان كويس جدا. طبعا منتخب تونس والمغرب والجزائر طول عمرهم شمال افريقيا، يعني الماتشات بتاعتنا بتبقى ماتشات قويه وفيها حساسيه جماهيريه طبعا، واكيد اكيد الماتشات دي هتبقى ماتشات قويه، ويعني لعبنا ماتش المغرب ولعبنا ماتش ليبيا، شفنا الفرقه وتعرفنا عليهم، ولكن البطوله اكيد هيبقى فيه كلام مختلف وان شاء الله خير. يعني احنا بنتمرن بقالنا فتره، والتمارين يعني بنشتغل فيها كل الخطط والديفنس والاوفنس، ومجهزين والفرقه جاهزه يعني، والروح حلوه لغايه دلوقتي كله مع بعض، وبس اكيد منافسه قويه. الدول العربيه كلها اتوقع مجهزه وكله بيتمرن، ف يعني المنافسه اكيد قويه، بس ان شاء الله نوصل للنهائي ونفوز بالبطوله ان شاء الله.